حملة عسكرية واسعة للقوات العراقية في محافظة صلاح الدين. الهدف استعادة السيطرة على مناطق شمال تكريت وقضاء بيجي التي وقعت بين أيدي تنظيم الدولة. تتقدم القوات العراقية مدعومة بغطاء جوي أمريكي. ليست تلك الجبهة الوحيدة في البلاد. في الرمادي بمحافظة صلاح الدين فرضت السلطات العراقية حظرا شاملا للتجوال تحسبا لتوسيع تنظيم الدولة رقعة انتشارهم في المدينة. ثلاثة محاور تشهد معارك بين الطرفين شمالا وجنوبا وغربا. تقول بغداد أن التنظيم يسيطر على نحو 20% من أراضيها المأهولة. وبينما تستعد السلطات العراقية لأي هجوم يستهدف العاصمة، تجدد الحكومة رفضها قيام أي قوة أجنبية بعمليات برية على أراضيها. حتى العراق ما طلبت قوات التحالف ترسل قطعات مشات إلى العراق، فقط مساندة جوية، طيران جيش، تسليع، تجهيز، تهديف الممكن. هذا اللي طلبتها العراق، والتحالف مستعد لتقديم هذا الدعم. أيام العراق تتتالى وتتشابه إذن، كر وفر ومعركة على الأرض والنفوذ، تطورات صداها يبلغ المنطقة برمتها.